مولاتي لن تستطيع مقابلتك. إنها تتحاشاني منذ مدة، فهل لي أن أعرف السبب؟ لا أدري، كل ما أعرفه أنها متوعكة وأن الطبيب يزورها الآن. لا شيء يدعو للقلق يا مولاتي، صحتك بأحسن حال، ولكن عليك ألا تجهدي نفسك في الأيام القادمة، وإلا سنخسر ولي عهدنا الذي انتظرناه طويلا. سأخبر مولاي الملك قبل أن يسبقني أحد إليه إذا أذنت لي. البشرى يا مولاي، الملكة الخاتون تحمل ولي عهدك. قد حملت الخاتون وأخيرا تفتح الدهر وجاء الربيع. وأخيرا يا مولاي. ماذا هنالك يا عليا؟ أبلغنا الطبيب للتو أن الملكة الخاتون حامل. أعيدي ما قلت يا عليا، أخشى أنني لم أسمع ما قلت، أو أنني لم أفهم ما سمعت جيدا. الملكة الخاتون قد حملت ولدك. أصبحت أبا أخيرا. ما دام ولي عهدك بخير. شراب الملكة وطعامها منذ اللحظة سيكون بإشرافك يا عليا، ولتتذوقه قبلها. أريد طفلا مكتملا قويا سالما، فقد انتظرته طويلا. من كان ليصدق أن رجلاً متجهماً كمولاي الملك يتحول إلى إنسان بهذه الرقة؟